هذا وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بمناسبة الاحتفال بالنسخة الأولى من يوم الضمير الدولي الذي جاء بمبادرة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أن جائحة كوفيد-19 ليس فقط تحديا للأنظمة الصحية العالمية ولكنه أيضا اختبار لروحنا البشرية، داعيا إلى ضرورة التركيز على مبادئ وقيم الإنسانية المشتركة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين وبناء مستقبل أفضل للجميع. وقال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: جائحة كوفيد-19 ليس فقط تحديا للأنظمة الصحية العالمية ولكنه أيضا اختبار لروحنا البشرية. في اليوم الدولي للضمير دعونا نركز على إنسانيتنا المشتركة لإنقاذ الأرواح ومساعدة المحتاجين وبناء مستقبل أفضل للجميع. وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة لجميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية والقطاع الخاص والأفراد إلى بناء ثقافة السلام بمحبة وضمير، بطرق منها إتاحة التعليم الجيد وتنفيذ أنشطة التوعية العامة مما يعزز التنمية المستدامة.